شكر علينا مدى إلا إذا طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا مدى إلا إذا المبث فينا جئت أبيل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ಪ್ರಿಯ ಸಭಿಕರೇ, ತಮಗಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೀಗ ದುವಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲಾ ಹಜರತ್ ನಬಿಯಿನ ಅಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಅಲ್ ಫಾತಿಹ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا إلى دين الإسلام والعاقبة للمتقين حمدا يوافي نعمك مزيدا كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة سيدنا مرشدنا منجينا هادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أرواح أزواجه طاهرات أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وإلى حضرات جميع أوليائك الكرام مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرات أرواح الأولياء والعلماء العاملين
والمؤمنين المدفونين في هذه البلدة وفيما حولها. اللهم بجاههم وبأسرارهم وبأنوارهم اغفر كل ذنوبنا واستر كل عيوبنا. اللهم اشف كل أمراضنا وأمراض مرضانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.